تفضل يا عم. خد يا ولد، خد التمرتين دول حق محرسة الدكان. والنبي يا شيخ مبروك، بس كنت عايزة يعني كوس حلاوة طحينية. يوه بس الحلاوة غليت يا فاطر. ايه غليت تاني؟ هي مش كانت غليت الشهر اللي فات؟ هنعمل ايه بقى؟ حكمة ربنا يا فاطر. خد يا بيت، خد الكرسي ده اديه للعمدة يقعد. حاضر، اتفضل يا جناب العمدة، اتفضل. تسلم ايدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمدة الله يساعدك، شايفك رامح جاري في البلد منا ومنا، قلت ده بيتفقد أحوال الرعية والناس. شوف انت جالة الشيري ايه وهوينا يلا عشان النفس. الحلاوة يا شيخ مبروك. استنى انت يا فاطمة ما نشوف الشيخ محمود عايز ايه. خلصنا يا ابوي خبرية، راح تفط في حلق انت التاني. ده انا جاي فرحان بيه يا ابوي والله. قلت العمدة من خوفه على الناس بيجي زي السلف الصالح رضوان الله عليهم من اللي تولوا امر المسلمين. ايه انت عايش في غيبوبة ولا ايه؟ احنا فين والناس دي فين؟ مدفوع. كان الغيور منيهم يتدس كده وسط الناس ويشوف احوالهم، يشوف جعان ولا محتاج يديله، مزنوق يفك زنقته، مستجير يجيره، يشوف عين كده خبيثه بتبص على اعراض الناس وتنهش فيه. فيها ايه يا اسمك ايه انت؟ هي ناقصاك انت التاني؟ هو فيها ايه؟ خطبه الجمعه ما كفتكش جاي تكملها في وداني؟ ولا انت مشتهي خطب وخلاص؟ ما تروح تشوف وراك ايه؟ حاضر يا ابو، سلمت ودانك يا عمده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس براوة عليك يا عمدة، حبست دمه صحيح. ايوة امال، واحنا فاضيين له؟ خلينا احنا في الحلاوة. والنبي يا شيخ مبروك، بس عايز امشي. ايوة خلينا احنا في الحلاوة. نخلينا في الحلاوة يا عمدة. بقول لك ايه يا بنت يا حلاوة، قصدي يا بنت يا فاطمة، انا استرجيت حضرة العمدة يعني انك انت تروحي تدور عنده تخبزي له فطرتين كده على مزاجه. بس انا يعني لازم ناخد الاذن من ابو العيله جوزي. ابو العيله مين يا بيه؟ ابو العيله مين ده اللي جناب العمده بذات نفسه هيستنى الاذن مني؟ هو مش ابو العيله دي اللي امه كانت بتخدم عند العمده القديم؟ ايوه هي يا عم. وهي عامله ايه؟ الحمد لله، بس يعني العيا زاد عليه، يعني لا بقت بتسمع ولا بقت بتشوف. لا بتسمع ولا بتشوف، سلمي عليها. يلا يا بنت، يلا بنت، هم هم عالدوار يلا عشان تخبزي الفطرتين. ده انت مرزقه يا بنت والله. بس الحلاوه. حلاوه ايه؟ بقول لك مرزقه. ما تعتليش هم الحلاوه، انا هاخد الحلاوه بنفسي واوديها لغايه العيال في الدار، ومش عايز منك ولا مليه، هو كله على حساب العمد. يلا يا بنت. بس حلو حكايه النيت استرجيتني دي، تصدق ان انا صدقت النيت استرجيتني.